العراق محمل بتركات أكثر من 40 عاما من الحروب والمعاناة والعصار واستباحة الإرهاب، وقد عانى هذا العام كما هو الحال مع بقية الدول من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية من جراء محنة كورونا. ولقد مر قرابة عام منذ أن شهد العراق حراكا شعبيا نابعا من الرغبة بإحداث تغيير في البلاد يناسب طموحات العراقيين جميعا. هذا الحراك يشمل نقاشا حيا حول أسس الدولة وكيفية إدارتها وحقوق شعبها. لقد انطلق مسار الإصلاح في البلاد، ولكنه يحتاج إلى وقت وإلى جهود حثيثة ليجلب النتائج المرجوة. واستجابة للإرادة الشعبية، فأن أمام الحكومة مسؤوليات كبيرة تتمثل في جانبها الأساس بإجراء الإصلاحات الهيكلية السياسية والاقتصادية والإدارية، وهذا ما يتطلب مكافحة الفساد والمفسدين الذين يشكلون الوجه الآخر للإرهاب. ومن المهام الأساسية للحكومة أيضاً العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم، نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل، وذلك إيفاءً للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية ولكي تكون لهم في بلدهم السلطة والكلمة العليا، وتكون الحكومة منبثقة منهم وترعى مصالحهم وتسعى لتحقيق طموحاتهم. ما تجد الحكومة أنها مطالبة أيضاً بموجب هذا بعمل آخر لا يقل أهمية، وهو حصر السلاح بيد الدولة وكذلك التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية. وفي هذا السياق فأننا نتطلب إلى مساعدة الأمم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفير الدعم الفني والرقابي لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والتزوير والابتزاز. مشروعنا الوطني هو ترسيخ الدولة المقتدرة والقادرة على فرض القانون والمتمكنة من الإيفاء بحقوق مواطنيها. لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه.